هعرض لكم حاجة تترجم كل الكلام ده. قصة ملهمة جدا، قصة ملهمة جدا للاعبتنا الموهوبة، لحلفهم توفيق وربنا كرمهم بأندية كبيرة وفرطوا في موهبتهم وحظهم الحلو ان هم لقوا نادي يلعبوا فيه. قصة اللي هعرضها لحضراتكم من شوية للاعب موهوب عنده 48 سنة. ايوه 48 سنة، موهوب جدا بس حظه توفيق ما كانش معاه وهو صغير، معرفش يبقى موجود في نادي. اسم التقرير اللي هيعرضه لحضراتكم دلوقتي ده شريف العشري، الشهير بشريف المخيف. ليه بقى شريف المخيف؟ قريته كوم حمادة، هو بالنسبة لهم ده اعظم لاعب جه في التاريخ. ده الراجل ده لما ينزل يلعب مباراة خماسي الحق شريف المخيف جه. بس ده شريف المخيف اللي بجد، ركز معايا، ده شريف المخيف اللي بجد، اللي لو كان الحظ بتاعه زي حظ ابراهيم سعيد ولا عمرو زكي ولا صالح جمعه ولا باسم مرسي ودلوقتي صلاح محسن واحمد عبد القادر، كان زمانه دلوقتي لعيب كبير جدا وبيشرف كره القدم المصريه. ما بيقولش انا بشارك دقيقه ولا دقيقتين ولا عايز 10 مليون ولا 15 مليون. الراجل ده بيلعب بس كده وينظم ويشتغل في دورات رمضانيه في كوم حماده، والعالم هناك في كوم حماده لما تسالهم يقول لك ده اعظم لاعب جه في تاريخ كره القدم المصريه. الراجل اللي عنده 48 سنه لسه بيلعب كوره لحد دلوقتي وبيكسر الدنيا في الدورات الرمضانيه والملاعب الخماسي، لما يروح ياجروا ملعب يقول لك ايه، هنروح نجيب شريف المخيف هيكسبنا. احنا عملنا التقرير ده لعل وعسى اللي عنده نعمه زي نعمه انه بيلعب في فريق، على فكره مش الاهلي والزمالك بس، مجرد انك بتلعب في فريق بينافس انت خدت نعمه كبيره قوي 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 قوي، عشان غيرك ما لقاهاش وما كانش عنده الحظ انه يلاقيها. شوفوا التقرير ده هيعجبكم قوي. عايز اشكر بس قبل ما تشوفوا التقرير زميلنا محمد الخطيب، راجل عمل تقرير حلو قوي قوي مع عم شريف في المخيف. شوفوه ونرجع نكمل كلامنا. قالوا عليه الأسطورة والدبابة، وجوده في الملعب كان بيرعب الخصم اللي قدامه. ظهرت موهبته في الإعدادية مع أن في قريته لا كان فيه مركز شباب ولا نادي ولا حتى ملعب، وبعد 20 سنة قرر أنه يرجع الذكريات مرة تانية تحت اسم لاعبين القدامى، وده لأن كرة القدم عشق لا ينتهي. تعالوا نشوف بطل قصتنا. الاسم عاشق لكرة القدم، السن مجرد رقم، الوظيفة رأس حربة. شريف زين الدين العشري ابن كفر غرين كوم حمادة بالبحيرة، مهاراته الكروية كانت سبب شهرته وإدمانه للكرة رجعه يلعب تاني بعد ما بعد عنها سنين. والله هي القصة بدأت من صغري وأنا في الطفولة بحب الكورة زي أي طفل، والكورة يعني كانت بالنسبة لي يعني شيء مهم في حياتي وأنا صغير. بدأت لعب الكورة وأنا في الإعدادي، وزاد الاهتمام أكتر وأنا في الثانوي، وزاد الاهتمام أكتر لما التحقت بالكلية. بس للأسف إحنا عندنا في القرى وقريتي بالذات مفيش مركز شباب ولا فيش ملاعب، فكنا دايما نمارس الرياضة والكورة في أي مكان فاضي، مصنع طوب مهجور، أرض زراعية فاضية، نجمع بعض كأصحاب ونروح نلعب. فبدأ الاهتمام أكتر في لما التحقت بالكلية، طبعا كلية تجارة جامعة حلوان، فبدأ فيه هناك ملاعب وفيه اهتمام إلى بعض الشيء يعني. كان اهتمامي برضو في قبل ما التحق بالكلية كان في دورات مراكز الشباب، بدايتي بدأت عشان أحب الكورة، فدايما أروح أتفرج على أكبر مني، فكنت إيه يعني بلعب كحارس مرمى. ليه؟ عشان يرضوا يلعبوني، لأن أنا كان لسه سن صغير. واحدة واحدة بدأوا ياخدوني، شافوا فيها الموهبة، بدأوا ياخدوني معاهم في دورات مراكز الشباب، ألعب 5 دقايق 10 دقايق ويعني وما ألعبش تاني. فلما بدأت أدخل الكلية وأمارس الرياضة أكتر، فبدأت أمارس الدورات مراكز الشباب
اللي هي موجوده في كون حماده. وكانت البدايه في اول دوره شاركت فيها بعد فتره، كانت دوره قريه اسمها قريه النجيله. دي تعتبر اكبر دوره كانت بتنعمل في التسعينات في الوقت ده. فترة الجامعة كانت بوابة العبور لاسم شريف العشري للانطلاق للعالمية، لأن وقتها بدأ يلفت الأنظار كلاعب رأس حربة محترف. والله هو في البداية وأنا لسه شاب كنت بلعب، وزي ما قلت لحضرتك في دورة شباب مركز شباب النجيلة كان صوتي ظهر، لأن أنا في الدورة ديت حصلنا على البطولة. وكان صعب جدا إن قرية زي قرية كفر غارين ما فيهاش لعيبة، ما فيهاش مركز شباب، يعني توصل للنهائي وكمان تاخد البطولة، وكمان يعتبر يعني كنت واخد أحسن لاعب، جبت هدفين في النهائي وجبت أهداف كتيرة في البطولة. فكان بدأ صوتي يظهر في الإيه في الوقت ده. بعد ما التحقت بقى بالجامعة بدأت نلعب في دوري الجامعة، وشافني مشرف العام على النشاط الرياضي والتحقت بفريق الجامعة، وفضل الله خدنا المركز الأول وكنت الهداف. كنت حتى فاكر إني جبت 15 هدف في حوالي 7 أو 8 مطوشة، فكل ماتش كنت بهدف فيه. وانا اثناء لعبي في الجامعه كان دايما الناس يسالني، حتى لعيبه كمان زمايلي، بتلعب في نادي يا كابتن؟ بتلعب في نادي يا كابتن؟ طبعا يا جماعه انا ما عنديش، انا ما بلعبش في انديه، وكمان ما عنديش مركز شباب عشان نكون العب في نادي. فكان ده العائق بالنسبه لي، ان ما كانش فيه اهتمام في بلادنا ان ما فيهاش مركز شباب، وما فيهاش يعني الاهتمام الاكبر بالمواهب. فخلصت انا في نهائي دوري الجامعه وخدنا البطوله، فالحكم اللي كان بيحكم هذا الماتش خدني من ايدي، قال لي راك هناخدك نلعبك في نادي 15 مايو، كان درجه ثانيه. رحت معاه تمرينتين وقال لي هنوديك نادي سيرس الليان درجه اولى. الكلام ده طبعا كان قبل الامتحانات بحوالي 20 يوم شهر. وطبعا انا كان بالنسبه لي انا مسافر وفي القاهره عشان يعني ليا هدف معين، هو ان اكمل تعليمي واحصل على البكالوريوس واشوف حياتي. مهاراته في الملعب كانت مصدر ازعاج كبير للاعبين، وده لان امكانياته في التصويب والتهديف والاستحواذ على الكوره كانت مرهقه ومتعبه للفريق الخصم. بفضل الله كان بيتعمل لي الف حساب، يعني ده مش غرور بس ده كان الواقع فعلي. يعني يقول لك يعني هو الفريق بفضل الله اللي كان معايا كله كان فريق يعني كلك افضل مني، بس معروف ان انا كنت طبعا بلعب راس حربه، فكنت دايما هداف، بلعب برجل اثنين وبلعب بالهيد، فكان دايما يقول لك الفريق كوم وشريف ده كوم. فكان الخصم بيعمل لي حساب، ده الكلام ده الاول في ايام الشباب. انا سبت الكوره وانا عندي تقريبا ما ياخد من 21 سنه، سبت الكوره نهائيا وتفرغت للناس ازاي يعني يعني ادور على يعني مصدر رزق لحياتي، وظيفه، زوجه، اولاد. ده كان ايه، ده كان الهدف الاساسي، وده اللي خلاني ابعد عن الكوره. مغامراتك جوه الملعب، انا عايز اعرف مغامرات كابتن شريف جوه الملعب ايه بالظبط؟ كان بيعمل ايه بيخلي الناس كلها يعني يقول لك ايه ده هو بيعمل ايه؟ احنا يعني ما شفناش المهارات دي قبل كده. يعني كان ايه ابرز الحاجات دي؟ والله المهارات دي كمان بانت وظهرت بعد ما بطلت كوره وبدات ارجع للكوره في الاربعينات، وانا عندي مثلا 43 سنه 44 سنه. فطبعا كنت بلعب بالباك ورد، بلعب برضه بالسلام، الخصم ما كانش حد يقدر ياخد مني الكوره، يعني ممكن يكون اثنين ثلاثه ورا في ظهري، انا استلم الكوره والف بيهم واجيب جوان. ما كان يعني كان في صعوبه في ان اي حد ياخد مني الكوره. يعني بفضل الله كنت بستلم كويس و يعني استدير بالكوره كويس واشوط كويس. يعني انا مره افتكر وانا زمان بلعب شوط كوره كسرت ايده واحد ورا الجول، كسرت ايده وجبسها. بفضل الله كنت بشوط جامد، يعني كان عندي يعني قوه تصويب عاليه جدا بفضل الله عز وجل. احنا من زمان مسمينه الدباب. ليه بقى؟ كان دايما كل ما كان يلعب معانا كنا بنشبهوه بلاعب كبير، في كان اسمه رشاد ياكيني، كان عشان الجسم الضخم، وبعدين بيستلم صح وبيحط المدافع في ظهره، ولما يستلم خلاص ما تاخدهاش انت، بيبص لمكان واحد. حتى احنا كنا نقول له يعني بص لنا احنا كزمايلك، لا هو من المهاجمين اللي مش موجودين دلوقتي، اللي ساعه ما يستلم بيوصل على الجون على طول. دايما بقى لما كنا نلعب مع بعض بقى الدورات اللي احنا خدناها كلنا مع بعضنا، كنا في بعض الاحيان بتقابل فرق اقوى منك، فعشان تفوز عليها كان من الصعوبه، خصوصا ان الناس اللي معاه برضه مش نفس الجوده، يعني ناس حلوه جدا بس مش نفس الجوده. فكنا ايه نبظله احنا الكوره، ياخد هو الكوره من نص الملعب يستلمها ويوصل لغايه الجون، ومن نص الملعب بسم الله ما شاء الله رجليه شمال ويمين شغال، استلام شغال، دماغه شغال. كان بيعمل اللعبه اللي هي الباك وورد ديت، كان بيعملها من اي مكان وفي الجون على طول، ما تعلاش فوق العارضه، لا تيجي يمين او شمال في الجون، وجون على طول ما فيش مشكله فيه. لدرجه ان في بعض الاحيان كان اللعيبه بتضيع ظهرها للشيخ اول ما تستلم،
خلاص بقى هو هيشوط يبقى خلاص الكل بيعي، بدل ما يحصل مشكله كبيره جدا. الشيخ شريف بقى من الناس اللي ملتزمه جدا، طول عمره لاعب ملتزم. كنا نطلع مع بعض نصيف وبتاع، يسيبنا ويروح يصلي. راجل ملتزم طول عمره، عشان كده حافظ على جسمه وحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته، واصبح من واحد من افضل اللعيبه اللي الواحد شافهم في حياته. دي مش مبالغه، اقسم بالله العظيم من افضل الناس اللي انا شفتهم في حياتي. وانا بنقول له من زمان ومش انا لوحدي، بنقول له انت مكانك الممتاز، انت لاعب مكانك الممتاز، انت انظلمت اللي انت بتلعب لغايه دلوقتي هنا، لا انت لاعب مكانك الممتاز، انت فيك كل حاجه صح. تعال بص للمهاجمين دلوقتي، اقسم بالله العظيم ما يجوا نصه. الشيخ شريف لو كمل كان زماننا بنشوفه في المنتخب، وكان زماننا بنشوفه في انديه كبيره جدا ما كنتش اتوقع انه يلعب فيه. هنا بيعيش كابتن شريف واسرته بعد ما تحولت حياته المهنيه لمجال المقاولات، لان مستقبل الكوره ما كانش ملامحه واضحه بعد فتره الدراسه. الكلام ده كان بقى في سنه رابعه، خلصت الامتحانات، كان سني ساعتها تقريبا 20 سنه 21 سنه. قال لي خلاص طالما انت عايز الامتحانات، طبعا عشان يعني انا عايز طبعا نخلص والدي واهلي، لازم نخلص مثلا المأموريه اللي انا جاي فيها، ان انا جاي نتعلم. يعني موضوع الكوره لا كان في دماغي ولا كان في دماغ اهلي ولا لا، اذا انت رايح تتعلم. فقال لي خلاص بعد الدراسه بتعالى التحق بينا في سير سليان، تبدا معانا التمرينات وتبدا معانا تنضم ونشوف ايه الوضع ايه. وعليه رحت سير سليان وخلصت دراسي واعتزلت الكوره نهائيا. انا حاليا انا فاتح مكتب ناجي، انا مجاول ناجي، عندي عربياتي متحول نجل، من شغال في تبع شركه اسمها طيبة لاندسكيب. ان الشركه ديت بتاخد مواقع في العاصمه الاداريه وفي العالمين، من حولها انا بقى ليه الزرع بتاعها، النجيل بتاعها، من خلال العربيات بتاعتي او العربيات اللي انا مستاجرها وكده. يعني دي طبيعه شغلي، فطبيعه شغلي دي كمان ادتني مساحه وفرصه ان انا ايه نمارس الرياضه تاني. وعلى الرغم من فترة وجوده القصيرة في مجال الكرة، إلا أنه حصل على العديد من الجوائز والدروع التكريمية، بالإضافة إلى شهادات التكريم. هو فضل الجوائز اللي أخدتها، على الرغم من زي ما قلت لحضرتك أني يعني عمري في الملاعب بسيط، يعني طبعا أول جائزة تعتبر كاس بطولة النجيل، ده كان 96، وخدت أحسن لاعب في دورة كفر مجاهد 2022، خدنا وصيف برضو دوري السلمون للقدامى سنة 21، وخدت أفضل لاعب قدامى في 22 برضو 23 السنة دي في بطولة السوبر في بلد اسمها شبرا وسيم. وخدنا طبعا كاس، خدنا برضو تقدير، مشاهدة تقدير من دورة مغنين، برضو من أفضل اللاعبين. هذا يعتبر يعني شبه معظم الجوائز اللي خدتها. ممكن في جوائز ثانيه وشهادات تقدير كتير خدتها، بس طبعا ما كنتش عامل حسابي يعني، وما كنتش مهتم بالحاجات زي دي. يعني. واخيرا بيطالب كابتن شريف العشري بوجود ملاعب ومراكز شباب في كفر غرين لاستكشاف المهارات الشابه المدفونه لاهالي قريته. محمد الخطيب لبرنامج رقم 10. ذمتك وانت بتتفرج مش قاعد تقول يعني ده احسن من المهاجمين، وقعدت تفتكر مهاجمين فرقتك قاعد تقول والله ده احسن منهم، هو راجل عنده 48 سنه. بذمتك لو انت بتتفرج دلوقتي مش قلت الكلمتين دول، ده في كوره، لو انت كنت مركز مع التقرير يعني في كوره رقص فيها وعمل زي ما بيقولوا الكي باص اللي هو قبل الهدف، وبعد كده راح خد مكان جيد، تمام جيد، وصل ناحيه الجناح اليمين، رفع الكوره باتقان شديد جدا. شفت هو بيستلم؟ طب شفت هو بيعمل هيد؟ يا باشا ده في مهاجمين في انديه كبيره في مصر ما بيعرفوش يلعبوا بالراس. اه والله بقول لك بجد، مش بقول لك مش مخبي عليك انا يعني، ما انت شايف زيك. تخيل ده ما خدش فرصه، ما حظه ما جاش معاه، ما خدش فرصه في نادي بقى واتدرج ولعب كوره، وراجل بطل كوره عنده 21 سنه عشان يشوف اكل عيشه، اكل عيشه لما لقى الفرصه مش راضيه تجيله، تمام. وواحد تاني خد من كل نعم الله في الكوره
ما يكفي. وكل ده بيهدره. عشان ايه بقى؟ اصل انا ما شاركتش المباراه اللي فاتت، اصل انا بقعد على الدكه ومتضايق، اصل انا صحابي ما بيبصلوش الكوره. اللعيبه بتقول كده، والله ما بهزر، اصل هما ما بيساعدونيش، اصل المدرب بيتكلم معايا بطريقه وحشه، اصل انا كان هدفي اخد 15 مليون جنيه او 20 مليون جنيه، ال 10 مليون جنيه دول مش كفايه. تخيل، والله العظيم حاجه تحصر، حاجه تزعل. كنت اقول حاجه تانية بس بلاش بقى، خلاص حاجه تزعل وخلاص يعني. بص 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 الحلاوه. بص الاول رقص، ده كان ليها باقي كمان من الاول، رقص ادى باص، راح خد مكان، تمام. الكره هتطلع، خد اوفر وايه باتقان. والنبي هاتها تاني، والنبي هاتها تاني. بص الحرفنه 48 سنة، والله في لعيبه بتلعب في انديه كبيره ما بتعرفش تتحرك التحرك ده، والله بلاش. طب في لعيب بعد ما هيتحرك التحرك ده عمره ما هيوصل الكره بالشكل ده،